ما يشد الزائر إلى إبرة بشرقية عمان والباحث في تاريخها هذه الحارة التي تتوسط العلاية، حارة الشباك، من معالم إبرة البارزة بآثارها ومآثرها وأهميتها التاريخية والحضارية للسائح والباحث، بما تحويه من شواهد وأعلام تعود إلى عصر دولة اليعاربة. حارة الشباك إحدى حارات علاية إبرة القديمة، تأسست في بداية العهد الدولة اليعروبية. أبرز حصونها حصن الشباك، أسسه الشيخ أحمد بن ربيعة بن أحمد الإسماعيلي، أحد قادة الأسطول البحري العماني في عهد دولة اليعاربة. في الحصن نماذج معمارية متعددة لمدى التواصل الذي وصل إليه العمانيون، يظهر مدى علاقة العماني بالهند على سبيل المثال، حيث جلبت من هنالك الأخشاب والأبواب. من جملة ما جلب من الأبواب باب حصن الشباك، وهو تحفة معمارية جميلة جدا، يوجد حاليا في المتحف الوطني. الباب مقارب جدا لباب حصن الحزم. تدخل الحارة فيشد انتباهك هذا المبنى المرتفع الباذخ بتفاصيل بنائه ونقوشه والكتابات التي ترصع أبوابه وجدرانه. حصن الشباك، البيت الكبير يتوسط الحارة، واحدا من معالم إبرة ودليلا على مكانة من سكن المكان. بناه الشيخ أحمد بن ربيعة الإسماعيلي الذي يعد من أعلام دولة اليعاربة في عهد الإمام سلطان بن سيف الثاني. أكبر أبواب هذا الحصن يقتنيه المتحف الوطني، باب من تاريخ، تفاصيل صناعته مكانا وزمانا شاهدة على الصلات التجارية والسياسية للعمانيين مع العالم. وكذلك ارتباط المعمار العماني أيضا بنماذج من بلاد فارس، حيث استعمل الخزف الفارسي لتزيين الغرف، خاصة ما يسمى غرف الكفي، وهي الغرف مغلقة، سقفها يكون أيضا عن طريق الصاروج على شكل محراب، لا يستخدم فيها الأخشاب للسقف، تستخدم في وقت الشتاء كون المناطق تكون باردة، لذلك تحافظ على حرارتها الداخلية. كذلك أيضا ساعد وجود مجموعة من المصممين لتصميم الأبواب من شيراز، وقد دونوا أسماءهم في الأبواب التي قاموا بتصميمها، وإن كان البعض يقول أنهم أيضا كانوا معينين في تصميم الحصون نفسها. من ضمنهم ابن حرمل الشيرازي، وقد دون اسمه في باب أولاد بيت أولاد الشيخ بركات الإسماعيلي، وكذلك في بيت حصن المجدرة. هذه نماذج للتعاون العماني ومدى وصول الحضارات المقاربة. كذلك أيضا من هذه القرى، رغم موقعها الذي نراه في داخلية عمان، إلا أنها وصلت كذلك بمراسلات عديدة جدا إلى بلاد الجزائر على سبيل المثال، كمراسلات الشيخ القاضي سليمان بن ناصر الإسماعيلي للشيخ إبراهيم الثميني، وبينهما مبادلات شعرية موجودة مخطوطة الآن في المكتبات الجزائرية، وأقيمت حولها عدة بحوث. Thank you.
وليس ببعيد عن هذا الحصن تفصح الحارة عن المزيد من مكنوناتها، معالم أثرية، إنتاج فكري غزير، بيوت فريدة بتصاميم معمارها ونقوشها وكتاباتها، بأبوابها ونوافذها المتقنة، متحف مفتوح لقراءة تاريخ مهم وصلات قوية. فهناك يستقبلك بيت أولاد بركات، وبيت السدرة، وبيت القمري، معالم تقودك إلى تفاصيل الحارة وتاريخها، بيوتها وطرقاتها، مساجدها ومدارسها. بالنسبة لحصن الشباك، بدأ تأسيسه عام 1125 للهجرة، وانتهى تقريبا في 16 من ربيع الآخر 1127، كما هو مدون بكتابات بارزة في داخل حصن الشباك. مسجد الخشبة يتوسط الحارة قريبا من ساقية الفلج، اسمه مفردة مرتبطة بالفلج، كانت تنسخ فيه المؤلفات والمخطوطات. فالحارة اشتهرت بوجود عدد كبير من الولاة والقضاة والنساخ، ففي عهد الدولة اليعربية شهدت حراكا كبيرا، لا زالت آثاره موجودة حتى اليوم بين أيدي الباحثين وفي المكتبات. ومن جانب التبادل الثقافي بين عمان والأقطار الأخرى، نسخ ديوان الشاعر المتنبي نسخة في منتهى الجمال، استخدم فيها عدة ألوان بالإضافة للون الأسود، يوجد اللون الأحمر، كذلك اللون الأخضر، وبذل فيه جهدا كبيرا. الألوان تستطيع أن تعدد اللون الأخضر على سبيل المثال، الأحمر، الأصفر أيضا. وفي عهد البوسعيد توسعت حركة الهجرة من هذه الحارة وما جاورها إلى سواحل أفريقيا، وآثار العمانيين لا زالت حية. شكلت المساجد في الحارات العمانية القديمة مدرسة تعليمية ثم جامعات لمن أراد التخصص في العلوم بتنوعها، سواء كانت العلوم متعلقة بعلوم اللغة العربية أو علوم الدين أو حتى العلوم التطبيقية الأخرى، حتى مجالات الطب، إذ يوجد بعض الفهارس التي كتبها الشيخ بلعرب بن أحمد بن مانع الإسماعيلي متعلقة بعلوم الطب. الشيخ بلعرب بن أحمد بن مانع الإسماعيلي كذلك ألف كتابه البيان في 3 أجزاء، جمع فيها جملة من فتاوى وجوابات مشايخ عمان في عهد الدولة اليعربية. يحيط بحارة الشباك سور تتخلله مداخل عديدة تهدم أغلبها، الحاجر والسوق ودروازة البرج، كانت تتحكم في مداخل الحارة ومخارجها، وداخلها يجري فلج المسموم، وشريعة الفلج مشرعة لساكنيها قبل أن تتوسع باتجاه الشمال. وقريبا منها كانت حركة البيع والشراء نشطة في سوق السقف القديم، وكذلك صناعة النسيج المزدهرة في أكثر من كارجة. حصن الشباك كذلك يمتاز بالكتابات الموجودة بداخله، وجد في داخله كتابة تشير إلى عمل بشير البحري، وقد يكون هو أحد مؤسسي تصميم الحصن لكي يظهر اسمه في الحصن، دون اسمه كونه أحد كبار المهندسين. الإضاءة تعتمد على ما يسمى المروق، وهي فتحات صغيرة، وكذلك بالنسبة للأبواب عندما تفتح يكون مصدرها مصدر مهم لإضاءة وتهوية الغرف الداخلية. حارة الشباك صغيرة بمساحتها، ثرية بمعالمها ومرافقها،
كبيرة بتواصل أهلها مع الآخر من شمال أفريقيا إلى جنوبها وفي قارات أخرى، سفراً ومراسلات مع قادة وعلماء، فكان هذا الثراء المعرفي متجسداً على الأرض والورق. الحصن أيضاً به نماذج للنقوش والزخارف، وإن كانت هي بسيطة بحد ذاتها، لكن استخدم الصاروج على شكل مدرجات داخل الحصن، وكذلك استخدمت النقوش التي تشكل أشكال هندسية لتزيين الحصن. لم يغفل العمانيون تزيين الحصون أو القلاع أو البيوت القديمة، وإنما أضافوا لها شيئا من الأشكال الهندسية الجميلة التي تضيف لها رونقا، بالإضافة طبعا للمواد الأخرى التي تستخدم كالأخشاب على سبيل المثال وتزيين الجذوع